ما بتنشرش صور ليها على السوشيال ميديا ولا عارفة تعلن عن حفل ليها، نفضت إيديها من كل حاجة وسايبها تيجي زي ما تيجي مش فارقة. حكاية مثيرة عن شيرين عبد الوهاب المختفية. إيه المفاجأة الخطيرة اللي هتكتشفوها في حكاية سر اختفاء شيرين عبد الوهاب عن السوشيال ميديا؟ حكاية ال 220 ألف جنيه اللي عاملة لها أزمة. ليه حسام حبيب اتدخل ومش عاوز يحل المشكلة وواخد منها تليفوناتها؟ خليكم معايا في الفيديو ده وأنا هقول لكم تفاصيل الحكاية. اللي متابع حسابات شيرين عبد الوهاب على فيسبوك وإنستجرام هيلاقيها ولا عارفة تنشر صورة ولا تعلن عن حفلة ولا تكتب حاجة هي نفسها فيها ولا حتى توضح مشكلة وقع فيها زي ما كل الفنانين ما بتعمل، وده بسبب مشكلة وقع فيها ولازم تتحل. حسام حبيب وقف في الموضوع ومش عاوز يحله، وده كله بسبب حالة من التعنت بيمارسها وعاوز اللي يقوله هو اللي يمشي وخلاص. طيب ايه أصل الحكاية؟ خلونا نبتدي بالمفاجأة الخطيرة. حسابات شيرين في واحد مستولي عليها وهي مش عارفة تحل المشكلة، وده علشان ترجع تاخد صفحتها من تاني. حسام حبيب هو السبب في المشكلة دي، أصل شيرين كانت ناوية تحل وهو اللي وقف في الحكاية، وبسبب التعنت بتاعه خلى كل الحسابات دلوقتي مش ملكها ولا ليها أي نشاط عليها. طبعاً ده كلام ما ينفعش يحصل مع فنانة كبيرة زي شيرين عبد الوهاب اللي المفروض مش بيفرق معاها وهتحل لو في مشكلة، بس حسام حبيب بقى ليه وجهة نظر تانية فرضها على الكل ومحدش عارف يتكلم معاه ولا يحل معاه أي حاجة، ومش شايف غير نفسه واللي بيقوله بس. سبب من ضمن أسباب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن السوشيال ميديا هو موضوع حساباتها واللي تم الاستيلاء عليها دي، وبوجه حق على فكرة، مش استيلاء كده وخلاص، قدرة واقتدار وغصب، لا هي وجوزها حسام حبيب السبب. وطبعا شيرين زي ما هي بتختفي وتظهر وشكلها ما بقاش زي الأول، الجمهور بيتكلم عنها وزعلان على اللي وصلت له. كملت الحكاية بقى بموضوع السوشيال ميديا وشكل الموضوع كده عجب حسام واللي عاوز يتحكم في كل حاجة بنفسه، مش سايب فرصة لشيرين تاخد حتى نفسها. اللي مستولي على حسابات شيرين عبد الوهاب هو مسؤول السوشيال ميديا اللي كان ماسك شغلها، كانت بتتعامل معاه بكل أريحية. طبعاً لما حسام حبيب بدأ يتدخل في شغل شيرين ويحط دي هنا ويحط دي هناك ويتعامل كأنه الحاكم بأمره، شاف إن المبلغ اللي بياخده مسؤول السوشيال ميديا كبير جداً وإن شيرين بتصرف كتير ومش عارفة تمسك إيديها وتوزن الأمور. شيرين كانت عاوزة تخلص الموضوع وتدفع وبعدين تشوف هتعمل إيه، لكن حسام منعها تدفع فلوس مسؤول حساباتها اللي هما 220 ألف جنيه، وكده اضطر المسؤول إنه ما يسلمش الحسابات لحد ما يستلم فلوسه، ويا دار ما دخلك شر. بس لحد دلوقتي الموضوع لسه متحلش، وده بسبب حسام حبيب. حسام حبيب منع التواصل مع شيرين عبد الوهاب بشكل مباشر، متخيلين؟ تليفوناتها الشخصية مش معاها، أبسط حقوقها إنها تتواصل مع الناس مش بتمارسها، تحكم رهيب في كل حاجة بتعملها وكل خطوة عاوزة تاخدها. اللي عرفناه إن شيرين عبد الوهاب مش عارفة تتواصل حتى مع بناتها، مش بس مع الناس، واحدة من بناتها كانت واقعة في مشكلة ما عرفتش توصل لها. في الغالب شيرين مش عايشة في مصر بشكل مستمر، ولما بتقعد فيها بتكون فترة قصيرة. دلوقتي شيرين عبد الوهاب عندها حفلة في الرياض يوم 25 أغسطس، وده حسب ما أعلنت الشركة المنظمة للحفلة واللي بيقام ضمن موسم الجيمرز في السعودية. شفناها ما أعلنتش عن الحفل ده بسبب حسابات السوشيال ميديا واللي مش عارفة تتحكم فيها. كمان حسام حبيب هو اللي بينظم كل شغلها وبيرتب كل حاجة والتعاقدات والاتفاقات والرفض والقبول كمان، وده بسبب إنها فترة محتاجة تكون أكتر راحة، وده علشان ترجع أقوى من الأول وتخسر وزنها وتبقى شيرين اللي الجمهور كله يعرفها. في كلام على إن حسام حبيب يعمل كده محبة في شيرين، وإنها فعلاً عايشة فترة صعبة محتاجة فعلاً فترة راحة نفسية تكون فيها أكتر هدوء، وهنا مفيش مانع تتخلى عن السوشيال ميديا والتواصل مع الناس مؤقتاً، وده على أمل إنها ترجع قوية تدير شغلها وتنظمه كويس وتختار طريقتها وترجع بكامل قوتها. بنتمنى أزمة شيرين الحياتية تتحل علشان ترجع سريعا لشغلها وتكمل طريق المجد اللي بدأته.
محتاج منها مجهود، وده علشان يستمر، لأن النجاح مش مهم قد ما استمراره هو الأهم. تفتكروا بقى شيرين عبد الوهاب هترجع أقوى من الأول الفترة اللي جاية كمان تحل كل أزماتها، ولا الموضوع هيطول شوية؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.